تمام الحمد لله. اتفضلي. بقول لا، انا عندي ابني بنتي، هو عنده 6 سنين، اسمه مالك. بصي حركي بطريقه فظيعه من السرير، يعني فهماني، ومع اخوه ويجري ويعمل، يعني بيعمل حاجات كتيره. تمام. هو عنده اخوات؟ هو عنده اخوه عنده 10 سنين، وخناقات بقى والا التليفون بقى. طيب عندك سؤال يا دكتورة؟ حضرتك مشكلتك ان هو بيتحرك كتير في البيت، في بيتحرك شكوى من كتير، المدرسة؟ والتليفون بقى ما بيرضوش يسيبوا التليفونات دي خالص. اوكي ماشي. وارجو بس مدام سالي سؤال تاني، معلش. اتفضلي. عايزة رقم تليفونك، يعني هشيرك في حاجة. طيب هو سؤال ممكن نفيد بيه الناس اللي بتتفرج؟ طيب ارجعي للكنترول. حاضر، شكرا. اتفضلي. طيب الشكوى من التليفون دي حلها عند الاب والام، ان احنا الروتين دي كلمه سحريه، عارفه في الدراسات بتاعت علم النفس في كده كلمه معروفه عن الروتين، روتين مينز سيفتي. يعني ايه؟ يعني الروتين معناها امان للطفل. الطفل اللي بيتعمل له روتين، ودي من اهم الحاجات على فكره بتعمل للطفل الاي دي اتش دي، ان انا اظبط يومه على اساس روتين معين شايفه قدامه، نقعد مع بعض اشركه في الحل. وده الكلام ده برضو على الاطفال اللي مش راضيه تسيب الموبايل، نشركهم في الحل، نتكلم معاهم على مخاطر الموبايل. 6 سنين وعشر سنين هيفهموا كويس قوي. نقول لهم ان خلاص في قاعده جديده في البيت، ان لا انا ولا بابا ولا انتوا هنمسك الموبايل اكتر من كذا، فهنقسم الوقت الموبايل مع المهام اللي عليهم، مع فتره اللعب، مع الوقت الفري اللي المفروض يزهقوا فيه، مع ترويق البيت، كذا كذا. ونرتب مع بعض، نرسم ونلزق حاجات حلوه ونعلقها، وكلنا في البيت نلتزم بيه. الروتين دايما يتحط مثلا الموبايل، وقت الموبايل بعد وقت مثلا المذاكره، ومش عشان يبقى فيه حاجه مستنيها حماسيه او يعني فهماني، يرتبوها بطريقه ان في حاجه الطفل عايزها بعد مسؤوليه كبيره بالنسبه له. واهم حاجه ان الام تبقى فيرم في الموضوع ده، تكمل. الامهات بتزهق، وانا على فكره اولكم بالذات مع الكورونا وقعده البيت، هو زهق بيجي من الاول خالص. تلاقي الام على طول يا ابني شيل الموبايل، يا ابني شيل الموبايل، قلت لك شيل الموبايل كده. ما حته بقى ان الام تقعد بقى وتبتدي بقى تقترح لعبه ويقعدوا يلعبوا مع بعض، مش كل الامهات بتعمل كده خالص. ما هو بصي، اصل يعني السكرينز دي للاسف الشديد بعد الظروف اللي احنا مرينا بيها دي، هي زادت قوي واثرت سلبيا جدا على سلوكيات الاطفال الكتير. لو احنا في البيت ما عملناش كنترول، احنا بقينا دلوقتي نخرج اي مكان نشوف الولاد كلها قاعده على الموبايل. الولاد فعلا طفولتهم بتسحب منهم، يعني حق ابني عليا ان انا ابقى صارمه في الموضوع ده ونستحمل. موضوع متعب ومش سهل، ومش زي ما انا بقول لك روتين والله وبتاع وهيعلقوها هيلتزموا، لا يفضلوا بقى يقوحوا وناخد وندي كتير في الموضوع ده. بس اي عاده عايزين نتعود عليها، لما الام تفضل مكمله والطفل خلاص شافك مكمله هيكمل. تمام. معانا سمر. الو، اهلا يا سمر. اهلا بحضرتك، ازيك يا دكتوره سالي؟ انا والله العظيم من اشد المعجبين بحضرتك قوي. تسلمي لي يا حبيبتي، شكرا. لو سمحتي انا كنت بس عندي استشاره للدكتوره. اتفضلي. انا عندي 3 اطفال، 10 سنين و6 سنين، ولسه بنوته سنه ونص. انا بس المشكله عندي 6 سنين ده ولد اسمه مازن. طب حاولي معلش تكلمينا تاني، حضرتك لحقتي تستنتجي حاجه؟ لا ما لحقتيش. انا عرفت مازن بس. طيب معلش حاولي تكلمينا تاني. احنا بقى نشوف دلوقتي سؤال على السوشيال ميديا جالنا برضو تاني. العلاج يا ريت، كله بيتكلم عن المسببات بس محدش بيتكلم عن العلاج ويحقق نتائج ولا لا ومادي ولا لا ومدى خطورة ولا لا ومدى خطورة العلاج النفسي. العلاج طبعا مش لا بيتحدد من عن طريق الانترنت ولا بيتحدد عن طريق قعده الصحاب ولا اي حاجه. بنروح مراكز متخصصه لاخصائي نفسي او طبيب نفسي. العلاج بيبقى عباره عن ايه؟ علاج دوائي وعلاج سلوكي وبرنامج تنميه مهارات وقدرات للطفل. اولا العلاج الدوائي ده يعني ده بيبقى مش المرحله الاولى اللي بنستخدمها خالص. العلاج السلوكي وتنميه المهارات هي اهم خطوه في الموضوع، بتاخد وقت. بنحط للطفل برنامج يمشي عليه في البيت وفي المدرسه، لازم يبقى فيه تعاون. زي ما بقول لك بنحط روتين، بنعلم الام ازاي تتعامل مع الطفل، ازاي وهي بتكلمه. يعني ما ينفعش تقول له اوردر مثلا او امر مره واحده كبير، ادخل روق اوضتك، مفيش الكلام ده. لا،
هتشيل، يلا نشيل اللبس بتاعك، خلاص خلصنا الحته دي، يلا نطبق السرير، يلا مش الامر لازم نفسه تعمل معايا يعني، يلا نعمل ده سوا، صح بالزبط كده؟ لا، والامر نفسه الكلمه الكبيره تتقسم لحتت صغيره، والطفل عمره ما هياخد منك الامر يترجمه زي ما قلنا، لان عمل المخ مختلف عن اي طفل تاني. بنقول للام بقى شويه حاجات تعملها زي الروتين، زي تقسيم المهام، زي ان هي تسيبه يتحرك. نفس الوقت الكلام ده في المدرسة في حاجة اسمها movement break، يعني بريك بتاعة الحركة، ان طفل ما بين كل مثلا نص ساعة او تلت ساعة قاعد بيسمع شرح او كده، يقوم في النص يتحرك ويجري ويلعب، ممكن الام تجيب له عقلة، تجيب له كورة يحدفها، اي حاجة تبقى الطفل بيتحرك بيها. وطبعا مع تنمية المهارات والتركيز برامج معينة عشان تعلي التركيز بتاعه، والكلام ده بياخد من 6 شهور لسنة، لازم نبقى عارفين مع الالتزام التام، يعني مش بعد شهر ولا اسبوعين ولا من 6 شهور لسنة. تمام. طيب احنا بقى يهمنا نعرف برضو السن، هل ممكن فرط الحركة تمد لغاية سن كبير؟ والطبيعي امتى بتنتهي؟ في سن كام؟ لا، هي مش بتنتهي، لان زي ما بقولك دي طبيعة عمل المخ، بس اللي بيحصل مع العلاج ان المخ يعني الاعراض بتقل. ليه؟ لان احنا عرفنا نفرغ الطاقه دي فين، نفرغ الحركه دي فين، نمرن المخ ازاي ان هو يركز بدل ما هو مشتت ومليان افكار. فهي مش بتروح، دي حاجه في كيمياء المخ، في تكوين المخ، لكن اعراضها بتقل، ومع العلم ان هي اوقات بتزيد وقت المراهقه، لان المراهقين عامه الهرمونز بقى مع التغييرات النفسيه فبتلاقيها زادت. طب انا عايزه افهم بقى هتبقى عامله ازاي مع المراهقين؟ اصل الطفل ماشي مفهوم، يقعد يجري من الكنبه للسرير للاوضه دي للاوضه دي، جري 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 ولعب مستمر. ولكن التينيجر يعني المراهقه اكيد مش هتقعد تجري في البيت. لا، بتبان. خلينا بس نرجع للسؤال ده، ناخد تليفون الاول. الو يا مي. الو. اهلا 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 بحضرتك، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. انا مبسوطه قوي ان انا بكلمكم والله، يعني وكتر خيركم على الموضوع المهم والله اللي انتوا بتتكلموا فيه. الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. يعني اتفضلي. انا بسال بقى بخصوص ابن اخويا 7 سنين. انا اقدر اقول لحضرتك ان عنده فرط حركه، لان طبعا احنا متابعينه من مثلا وهو 4 سنين، الموضوع كان لافت، وبعدين بدانا نعمل له تقييم مع اخصائيه اجتماعيه وكده، اخصائيه برضو اللي هي للاطفال، فعملت لنا تقييم بتاع سلوك عدواني وحاجات كده، وقالت عنده نسبه برضو سلوك عدواني. هو ذكي بقى، يعني من المختلف ان هو ذكي وشاطر ومستواه التعليمي كويس، ولكن بيجي في اوقات ويسقط، يعني بيقع تماما، ممكن مثلا يبقى متفوق تماما وفجاه يجيب 0 كده بدون اي مبرر يعني. ثانيا انا عاوزين نعرف يعني امتى هينتهي الامر ده، او احنا نقدر نكمل معاه ازاي؟ طبعا بنحتويه وحنان وحب وبنحاول نتحمل كل اللي هو بيعمله، بس يعني برضو مرهق اكيد علينا كلنا. دي حاجة. الحاجة التانية، في عنده برضو حاجة غريبة، ان هو يعني زي ما تقول ايه، يعني مش غيرة، ولكن هو بيحب نفسه اكتر حاجة، يعني عاوز هو دايما، هو ليه اخوات بس هو عاوز دايما هو اللي يبقى في الصورة، عاوز يلغي كل اللي حواليه، يعني ما حدش يهتم بحد تاني غيره. تمام. طيب برضو التعامل معاه في النقطة دي ازاي، لان بنبذل مجهود عشان نفضل نحسسه قد ايه انت مميز وقد ايه احنا مهتمين بيك، وبنيجي على حساب التانيين، فبنضطر ناخد التانيين في اوقات تانية، فده مرهق. يعني نقدر نتعامل ازاي مع النقطة دي برضو، وفي امل انه قدام يتغير ازاي؟ تمام، شكرا على المكالمة، مشكورة جدا. هو طبعا في امل جدا ان هو يتغير، وانا مقدره جدا على فكره الامهات فعلا الفرط الحركه مجهدين للاهالي، فاحنا عايزين بس نقول لها لا، في امل ان شاء الله، بس هو العلاج مش بالحب والحنان وان انا اديله ثقه في نفسه واخليه دايما مركز اهتمام، لا، انا محتاجه ان انا امشي معاه. يعني هي بتقول ان هي بتكشف ومتابعه، لازم تمشي معاه في برنامج خاص في معاملته هو، يبقى مع المدرسه ومع اولا التعبير عن الغضب، يمرنوه على التعبير عن الغضب، يمرنوه ازاي يعبر عن مشاعره، ونمثل المشهد
يعني مثلا اتخانق مع اخوه ولقينا سلوكه عدواني، نقعد معاه ونتكلم ونمثل المشهد تاني ونساله طب ينفع نعمل ايه؟ يعني مثلا من التمارين المفيده جدا للاطفال وقت العصبيه قوي او وقت الاندفاع قوي ان احنا نعلمهم تمارين التنفس، هو ياخد نفس عميق وهو بيعد الاربعه وبعدين يكتموا اربعه ويطلعوا وهو بيعد الاربعه. انا سؤال سريع بس، هو هل ينفع نقول للشخص ان هو عنده فرط حركه ولا مش المفروض يتقال له حاجه زي كده؟ الطفل على حسب سنه، على حسب يعني طفل 4 سنين مش هيعرف يعني، بس لو طفل كبير شويه وسمع كومنتس مثلا من المدرسه كل شويه حد يعلق عليه، فانا لا بالعكس اتكلم معاه واقول له ان المخ بتاعك بيشتغل واديله الثقه الكامله وابين له قد ايه ان اللي انت فيه ده مش عيب خالص وما فيهوش اي مشكله، احنا بنتعامل معاه بطريقه صح عشان يبقى فاهم وما يسمحش لحد يقلل ثقته بنفسه. طيب احنا معانا شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. انا دلوقتي بس بشكر حضرتك الاول على البرنامج الجميل بتاعك دوت، وعايز اسال الدكتوره، انا ابني عنده 5 سنين، انا مش فاهمه هو عنده فرط حركه ولا هو عنده ايه بالظبط، مش مستجيب لاي حاجه وكل حاجه معاه بالخناق وبالشد والعصبيه، اي حاجه يضرب اي حد، يشوف الحاجات اللي بتضايق البني ادم ايه ويعملها، مبهدلني بطريقه مش طبيعيه، ما بيستجيبش لاي حاجه، ما بيستجيبش لاي كلام، كل ما حد يكلمه يزيد اكتر في النرفزه والعصبيه، لحد ما بقتش عارفه الصراحه اتصرف معاه ازاي. ناس كتير نصحوني ان انا اوديه لدكتور اطفال، انا مش عارفه اعمل ايه. في اي شكوى من الحضانه او المدرسه اللي هو فيها؟ لا لا خالص، ما فيش اي شكوى. اوكي لا. شكرا. ماشي، شكرا. اوكي اتفضلي. يعني الطفل فرط الحركه عمر ما هيكون الشكوى من البيت بس، لازم بيت ومدرسه وتمارين زي ما قلت لك، يعني او الناس اللي بيتعامل يعني معها. في الحاله دي ممكن يكون المشكله في البيت نفسه، في البيت المشكله، احنا مش عارفين نتعامل مع عصبيته ازاي، مش عارفين بنتعامل، اكيد في حاجه غلط او في حاجه تانية وراء السلوك بتاعه ده، هو بيعمل السلوك ده عايز يوصل بيه رساله معينه للاب والام، فاحنا نغير طريقه التعامل معاه، اولا ما نتعصبش قدامه، نمرنه تاني على طريقه التعبير عن الغضب، ودي سهله، هي بتاخد وقت بس سهله وقابله للتفعيل يعني مع كل الاطفال، مش صعبه يعني، ونشوف ايه اللي ورا سلوكه، هل سلوكه اتغير بسبب حاجة معينة، بقى عصبي بسبب حاجة معينة؟ لأن أوقات بيبقى في مشاكل بتحصل قدامه زي مثلا انفصال، خناق كتير بيحصل قدامه، مشاكل بيشوفها فبتأثر عليه. بالظبط، أو نرد إحنا على عصبيته بعصبية يصرخ، أروح مصرخة فيه، فإيه الرسالة اللي وصلت له؟ لا هي دي، إحنا كل الناس لما بتبقى زعلانة بتصرخ، فشكرا كده. طيب رجوعا بس لنقطة كانت اللي هو التينيجرز أو اللي هم في سن المراهقة، لما بيكون عندهم فرط الحركة وزي ما حضرتك قلتي ممكن يفضل العمر كله موجود، بيبقى في صورة ايه؟ بس اكيد زي ما قلت مش هيقعد يجري في البيت. لما هو بيبقى مش متعالج او ما اكتشفناهوش او كده، بيبقى اندفاعي جدا، بيتعصب بسرعه، بيعمل لنفسه، بيتخانق كتير، بيضيع حاجته، بيتكلم كتير قوي، تيجي تتكلمي معاه او تساليه سؤال يروح قاطعك على طول، لا 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 انا هقول لك، انا هقول لك يا حبيبي، طب استنى، لا ما يقدرش يستنى، ما يقدرش مثلا يستنى الدور بتاعه، هو على طول شخص عامل قلق وهايبر ومش قادر يستنى اي حاجه، وطبعا مستواه في المدرسه بيبقى باين بقى ان هو مش قادر يذاكر، مش قادر يركز، في شكوى من كل اللي طيب حوالي. اللي مكملين لسن بقى الجواز بيبقوا عاملين ازاي في علاقه؟ هل بيقدروا يخشوا علاقه اصلا ولا لا؟ طبعا طبعا بيقدروا، زي ما قلت لك هي الاعراض بتخف كتير مع تمرين المخ على التصرف والتفاعل بطريقه صح، بس لو ما تعالجناش هي بتبان بشكل ايه؟ ان هو ده شخص عصبي جدا، شخص بيتخانق طول الوقت وبيتصرف غلط، عارفه دايما ايه، ناس تقع نفسها في مشاكل كده، تقول كلام غلط، تعمل، فهو بيبان كده يعني عند الكبار، مش بيبقى باين زي الصغيرين. تمام. طيب احنا